دايما الناس بتسألني سؤال تقليدي، اشتري فين؟ انا معايا فلوس، راجع من بره، قاعد في مصر، عايز اشتري سكن اكبر من السكن اللي انا فيه، عايز اشتري سكن للاستثمار، عايز اسيب حاجة للعيال. دايما السؤال وعلى كتير، يعني ما الناس بتتوسم فيا ان انا راجل بفهم في العقار شوية. دايما اقول لهم حاجة مهمة، اهم شيء طبعا دايما يقول لك في العقار اللوكيشن. طبعا اللوكيشن مهم وكل حاجه، بس اهم شيء المطور العقاري اللي انت هتشتغل معاه، ده اهم واحد. وطبعا هتقول لي طب وانا اعرف ازاي؟ لا، المطور العقاري المحترم المعروف، وانا رايي دايما ان العقار تسليم. العقار يبقى شكله جميل على الورق، يبقى شكله لطيف في الحياة، في البرزنتيشن، في الحفلة اللي بيعملوها ويجيبوا فيها مطرب كبير، كل ده بيبقى حلو. أنا بقى كل ده ما بيهمنيش، أنا أجي أشوف المطور العقاري ده تسليمه إيه، تاريخه إيه، عمل إيه، قدم إيه، شكل الحاجات اللي عملها إيه، وبعد كده اشتري وأنت مغمض بقى. خلاص أنت عارف إن أنت بتتعامل مع حد، لأنه انت ما استلمتش، انت ما استثمرتش، انت ما اشتغلتش. والتسليم مش اي تسليم، التسليم الجيد اللي هو الحاجات اللي هو وعدك بيها انها هتكون في لوكيشن معين، انها هتكون في مكان بشكل معين، المواصفات هيبقى فين، كل هذه الاشياء هي اهم الاشياء اللي حضراتكم لازم تدوروا عليها. النهارده احنا في مشروع بينطبق عليه كل الشروط السابقه ويمكن اكتر حتى. احنا النهارده في مشروع اوست، هنعرف ايه هو او ويست، ايه هي الشركه اللي شغاله على او ويست. اسم طبعا ضخم وكبير. معانا الاستاذ تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينه او ويست ومكادي هايتس. اهلا بك. اهلا وسهلا يا عمرو، شرفتنا. احنا فين النهارده؟ احنا في او ويست، اول مدينه اوراسكوم للتنميه عملتها في عاصمه. احنا معروفين ان احنا بنشتغل اكتر في الحاجات الساحليه زي البحر الاحمر، بره مصر حتى في مشاريع على البحر. عندنا بس مشروع واحد في سويسرا، هو على جبل، على جبال الألبس. اول مره نشتغل في عاصمه كانت في القاهره، واوست ده اول مشروع اوراسكوم للتنميه تعمله. فاهلا بحضرتك في اوست. طبعا اوراسكوم اسم يعني مش محتاج تعريف، وسابقه اعمالكم كلها معروفه، ومعروف طبعا كل الحاجات اللي انتم عملتوها. لكن انتوا موجودين في 6 اكتوبر. 6 اكتوبر دي المنافسة فيها عنيفة وعظيمة، فكرتوا في الموضوع ده ازاي؟ المنافسة طبعا كبيرة جدا، بس دي من الحاجات اللي بتحمسنا ان احنا نقدم خدمة احسن. احنا زمان ما كانش عندنا منافسين في الجونة، كانت المنافسة قليلة، بس في القاهرة منافسة شرسة جدا، وده اللي بيحمسنا اكتر ان احنا نقدم خدمة كويسة. فكرنا في المشروع من حوالي 6 سنين، وان احنا محتاجين نشتغل في القاهرة. احنا اوراسكوم للتنمية شركة كبيرة، ما ينفعش ما يبقاش عندنا يعني مشروع في القاهرة. فده اللي خلانا نفكر في المشروع. واكتر زبايننا اللي احنا متعودين نشتغل معاهم مايلين ناحية غرب القاهرة اكتر، فاخترنا 6 اكتوبر، ولان الموقع ده موقع ممتاز، لانه هو 10 دقايق من ميدان جهينة، ربع ساعة من على المحور او تلت ساعة بالكتير، 10 دقايق على الدائري. فموقع متميز في قلب 6 اكتوبر، مدينة الانتاج الاعلامي يعني على بعد خطوات طبعا. فلقيناه موقع متميز جدا ان احنا نقدر نعمل فيه مشروع، والمساحة كمان كانت تأهلنا ان احنا نعمل كده. احنا ما بنعملش مشاريع صغيرة، بنعمل مدن متكاملة. فألف فدان ده كان على اقل رقم مساحه كبير، اقل مساحه نقدر نشتغل فيها ونطور فيها ونقدم فيها الخدمه اللي احنا متميزين فيها وبنعرف نعملها. انا شفت الموقع كمان، هو على طريق هاي واي ضخم بيربط الدنيا كلها ببعضها، يعني يخرج من هنا يوصل للتجمع، يخرج من هنا يوصل اسكندريه. وطبعا الطرق اللي عملتها الدوله وبتاع سهلت كمان، خلت ان الطرق الرئيسيه دي توصل لمشاريع كبيره زي مشروع. احنا من 6 سنين لما تعاقدنا على المشروع كنا بنتكلم مع هيئه المجتمعات، نقول لهم طب الطرق، هم قالوا لنا لا هنعمل. بصراحه لا، هم عملوا ووفوا وطلعوا قد الكلام، ولولا الحقيقه اللي الدوله عملته والنقل ووزاره النقل والطرق في 6 اكتوبر والمحاور الرئيسيه، ما كانش هيبقى الوصول للمكان ده بالسهوله اللي احنا فيها النهارده. يعني انا دايما بقول العقار تسليم، وانا داخل المشروع لا، يعني العقار واقف او المشروع واقف على رجليه بشكل كبير. قول لي احنا واصلين لغايه فين؟ احنا بدانا من 5 سنين نبيع. فاحنا بدانا البيع في يناير 2019. احنا النهارده في بقالنا 5 سنين تقريبا بنينا وخلصنا وشطبنا وسلمنا
2000 وشويه واحده، 2100 وحده تقريبا. ده يعني دول اتبنوا وبيتسلموا حاليا دلوقتي. تحت الانشاء في 2000 او 1500 زيهم تقريبا كمان تحت الانشاء بيتبنوا، وهنبدا من السنه الجايه هنبني في 1000 وشويه. فاحنا تقريبا في السنه بنبني ونسلم 1500 وحده تقريبا في السنه يعني. والناس تسكن؟ الناس تسكن على طول، لان احنا اكتر من 60% من المشروع بيبقى متشطب بالكامل، فسهل ان حضرتك تقدر تسكن على طول. 40% سايبينه علشان برضو في شويه ناس بتبقى محتاجه ان هي عايزه تحط هير اون بيرسونال تاتش يعني، او زي ما بيقولوا الفليفر بتاعه هم بيحبوا يعملوه في بيتهم، فبنسيب 40%، بس اكتر من 60% من المشروع متشطب بالكامل. انا شايف ان في تنوع في شكل المباني وشكل المعمار، عندكم اشكال مختلفه من الوحدات. قلت لي حضرتك اول ما جيت فيها ريحه الجونه. ايوه فيها ريحه الجونه. اول ما دخلت كده ايه ده يا جماعه، احنا الجونه هنا في 6 اكتوبر فيها ريحه الجونه. ليه فيها ريحه الجونه؟ لان طول ما انت ماشي في الجونه بتلاقي المشاريع مختلفه، الالوان مختلفه، ما بتلاقيش فيلل كلها شبه بعض ولا عمارات كلها شبه بعض. ده اللي احنا قدمناه. احنا مثلا منطقه العمارات حضرتك هنروح نتفرج عليها كمان شويه، فيها اكتر من 22 ديزاين للعماره. الفيلل فيها اكتر من 18 ديزاين للفيلل، ما بنكررش. يعني كل واحد بقى بمزاجه، هو ده غاوي ال1 فلور ال2 فلور. بنقدم منتجات كتيره جدا، وبنبقى عايزين نتاكد ان مفيش منتج يبقى شبه التاني متكرر جنب بعض. يبقى في سيمتريه في الـ في الـ في الـ كمان في الديزاينز، بتدي بتخلي تحس انت في مدينه مش في كومباوند. في كومباوند، الكومباوند كله شبه بعضه، بس المدينه مختلفه، ذوقك غير ذوقي غير ذوق اللي بعدينا. فده اللي احنا بنحاول نقدمه يعني. فاحنا هنا في واقع الامر عندنا شقق كبيره وصغيره، عندنا فيلل كبيره وصغيره، كل الاشكال يعني، كل الاشكال بكل المساحات. التايبس كلها لو حضرتك اتكلمنا عليها. احنا عندنا مشكله جوه الشركه ان المهندسين واللي بينفذوا بيقولوا لنا كفايه بقى تنوع في البرودكت. لانه طبعا ده بيتعبه. بيتعبه في البناء. بس هو بيبسط العميل، فهو ده اللي احنا في الاخر. احنا عندنا سلوجان بتاع راسكم للتنميه اللي هو لايف از ات شود بي، او الحياه كما ينبغي ان تكون. فاحنا لازم ده اللي احنا دايما بنحطه قدامنا يعني. الرئيس مجلس الاداره والقائمين على شركه راسكم دايما يقولوا لنا حط السلوجان ده قدامك، الحياه كما ينبغي ان تكون. وانت بتتعامل مع العميل في اي شيء خلي ده قدامك، هتعرف تعمل معاه. المواطن بيهتم برضو، اللي بيستثمر او اللي بيعيش بيهتم بالفاسيليتي، الفاسيليتي في الدفع، في انه يبقى مرتاح، انه يعني يقدر بعد ما يسكن المينتننس، الحاجات اللي ليها علاقه بالمكان اللي حواليه، كل ده بتعمله فيه. هقول لحضرتك، احنا اولا في الماستر بلان بتاعت او ويست احنا اشتغلنا عليها مع مكتبين مهمين جدا في العالم العقارات، EDSA و HOK. الاثنين دول ماستر بلانرز كبار، اول مره في حياتهم يشتغلوا مع بعض، كانوا في اوست وما كرروهاش تاني. يعني الاثنين المنافسين اشتغلوا مع بعض. اشتغلوا مع بعض لان كل واحد فيهم شاطر في حته، واحد شاطر في اللاندسكيب قوي، واحد شاطر في الاوربن ديزاين قوي، فشغلناهم مع بعض. فاحنا هنتمشى دلوقتي وهنشوف طبعا. احنا في طرق كتيره جدا العربيات ما بتمشيش فيها. المشروع وانت بتتمشى فيه في مكان للتمشيه، في مكان للجولف كارز، في مكان للعجل، في مكان للعربيات، كل ومفيش حاجه فيهم بتنترسكت مع التاني، فدي امان اكتر. الحاجه الاهم اللي حضرتك سالت عليها هي خدمه ما بعد البيع. احنا بقالنا 35 36 سنه في الجونه بنقدم خدمه كويسه، بننقل نفس الخبرات دلوقتي هنا في او ويست، ده اللي احنا شغالين عليه. ف احنا مش بنجرب، الناس مش هتجرب معانا. احنا عملنا الشغلانه دي، انت مش باع واسقط، لا انا قاعد احنا معك. عملنا الشغلانه دي قبل كده ومكملين فيها. خلينا نكلم الناس عن الخضره، قد ايه في خضره في المشروع ده؟ احنا بانيين كله بالطرق بالبيوت بكل حاجه 40% من مساحه الارض، و60% لاندسكيب خضره. خضره بس، مش ده طرق ببيوت يعني. هيقول لك انا باني مثلا، في حد اي انا ممكن اقول لك انا باني على 20% من مساحه المشروع ده، بس ده البنى، انت لسه ما حسبتش الطرق، ما حسبتش الشوارع، الكلام ده كله. يعني
اسمها طولوة، دي منطقة عمارات. هفرجك برضو ان اولا بص لو بصيت حضرتك هتلاقي كل العمارات الوانها مختلفة مثلا. أيوة. ده برضو واحدة من الحاجات اللي احنا بنهتم بيها في الجونة، ان احنا ما يبقاش فيه شكل واحد. تلاقي العمارة دي حتى الديزاين، العمارة دي مش زي العمارة دي، مش زي العمارة اللي عشان قدامها، عشان تبقى اذواق يعني، عشان اللي غاوي الحاجة اللي ليها شكل معين ياخدها، الحاجة اللي فيها بروز او بلكونات او روف. كل صحيح. واحد عنده مزاج. صحيح. فدي حاجة. والحاجة التانية كمان يعني علشان المشروع ما يبقاش كومباوند. اه طبعا دي مدينة. مدينة متكاملة، فالمدينة ما ينفعش تبقى كل حاجة فيها شبه التانية شبه التانية، كل ما لا ما ينفعش. اهلا اهلا اهو الناس ساكنة. الناس اللي ساكنة. ايوه. هنا دي منطقة الشعب. منطقة الشعب. انا مبسوط انه انتوا انجزتوا الخضرة كلها. احنا بنحاول نسلم واحنا مخلصين الزوم عشان اللي يسكن ما يحسش ان هو لسه قاعد في الصحراء. الزرع بيدي ألفة، بيدي احساس انه المكان متعاش اكتر من ان انت تاخده رمش. هي حابب البرجولات والقعدات اللي في النص ديت اللي معموله. حاجة احنا قلنا، اتكلمت معايا في حاجة ان انت حاسس ان هي في ألفة وان انت تقدر تعرف الناس. هنا انت تقدر تعرف الناس، كل ما هتمشي في مكان هتلاقي سيتنج اريا، هتلاقي في مكان الناس تقدر تتقابل فيه، هوريك مكان الناس تنزل تقدر تعمل فيه باربيكيو مع بعض. حتى الزراعة هنا مختلفة عن الزراعة اللي شفتها برا. كل حاجة ليها ايدنتيتي. بس كل العمارات بتاعتنا كلها بص على باركس بالحجم ده بالطريقه دي. مفيش العيال تنزل تبقى تلعب، انت امن مطمئن، ومفيش اي حاجه تخوفك ولا تقلق. مفيش عربيات تقدر تدخل هنا خالص ولا اي حاجه. مفيش العربيات كلها بتيجي من بره، مفيش عربيات تقدر تدخل جوه. والمساحه كبيره، عندك فيوز كويسه، فانت بتصحى تفتح بيتك شقتك تبص على متراس تلاقي مساحه زي دي. وخصوصيه خصوصية كمان صعب في العمارات ان انت تقدر تلاقي خصوصية بالحجم ده، لان انت مش مجروح من جيرانك. انا عجباني الخيم ديت، الشكل بتاع الخيمة ده والقعدات، الناس تنزل، خصوصا اللي عندهم اطفال صغيرة لسه مش في سن نادي او كده، يتشمسوا يقعدوا يلعبوا ألفة كده وأمان، الواحد يحس بالسلام. هو ده اللي بيخلق مجتمع، اللي بيخلق مجتمع ان الناس تعرف بعض وتقابل بعض ويبقى في بينهم علاقة وجيرة زي زمان. زي زمان احنا كانت العمارة كلنا عارفين بعض وقرايب، دلوقتي بقى صعب الموضوع ده يحصل يعني. ده نموذج للعمارات اللي احنا دايما بالمشروع كله يعني. طول وادي المشروع ده فيه 1100 شقة. ال 1100 شقه كلهم كده، كلهم باصين على لاندسكيب، مفيش عماره بص على باركينج، مفيش عماره بص على منور، لا كله. لا وبيفتح الشباك الصبح يشوف جنينه كبيره. بالظبط. اكبر من حتى من اللي عنده فيلا حقيقي. اه لانه اللي بينزل ده عنده كل الجنينه دي بتاعته. هو زي ما بقول لك، الميزه ان انت بنيت. ده حقيقي. ان احنا موجودين هنا بعد ما انت بنيت وزرعت واتفقت مع المحلات والمدارس شغاله up and running. يعني سميح لما جه هنا كان تعليوي. سميح لما جه هنا انبهر يعني. سميح كان هنا من اسبوعين ثلاثه، ما صدق يعني. اولا ما صدق، هو ما بيجيش كتير يعني، هو ما بيجيش القاهره كتير دايما، يا اما لما هو في مصر بيبعد في الجونه فبيجيش كتير. فلما جه اخر مره من كان قبلها بسنه ونص يا رجاله، ده موضوع ما بجد. صدقش هو. هو فعلا ما صدقش ازاي كل ده اتبنى بالسرعه دي، ازاي اللاندسكيب طلع بالطريقه دي، التنوع بتاع الديزاينز. طبعا احنا بنبعت له الكلام ده يشوفه الاول قبل ما بننفذه، بس هو انبهر من لما شاف الشغل على الارض. لما شافه بعينيه حقيقه. اللي بيتفرج علينا دلوقتي يقول لك طب وانا اشتري عندك ليه؟ ما في حواليك هنا 10 مشاريع، على الطريق ده 4 مشاريع، جوه شويه 5 مشاريع، وكلها برضو فيها اسماء
تقيلة في عالم البناء. طبعا طبعا كلها اسماء عظيمة واسماء اسماء بالعكس ده اللي هم بيقدموه بيحمسونا احنا اكتر ان احنا نحاول نحسن من نفسنا. هتشتري عندي ليه؟ اولا زي ما حضرتك دايما بتقول تسليم، انا ببني بسرعة جدا، بسلم بشكل كويس لما حتى لو في اخطاء عندي الفريق اللي بيعرف يعالج اي اخطاء، لان انا عندي سابقه اعمال بقى لها 36 سنه، فانا وعملت ده مش في مصر بس، عملته في 6-7 بلاد، فانا عارف ازاي اقدر اتعامل مع حتى المواطن السويسري السوفيستيكيتد جدا بعرف اتعامل معاه في تسليماته. فلا فعندنا فريق كبير وعندنا فريق قوي، فدي انا بسلم زي ما بوعد، بوعد وبسلم، وعندي استعداد ان انا احسن دايما من المنتج واصرف اكتر على المنتج. بالعكس لو انا كنت واعد بحاجه، لا انا ممكن اصرف، وده فعلا عملناه، نصرف فلوس اكتر عشان جوده المنتج وجوده الحياه اللي العميل بتاعنا هيعيشها في اوست. مين الكلاين بتاعك؟ سن معين، ناس لسه متجوزه، ناس كبيره شويه في السن، ولا كل الكاتيجوريز؟ لا كله، لان احنا بنحاول نقدم منتج ينفع لكل الناس. فالشاب واللي لسه بيتجوز او لسه في بدايه حياته هيلاقي حاجه يقدر يبدا بيها حياته. وفي نفس الوقت كمان الحاجه الظريفه ان احنا بنشجع الناس ابدا واحنا معاك، يعني ابدا، عايز تكبر انا هكبر لك بيتك، ومش هكبر لك بيتك ان انا اقول لك ايه خلاص انت ده اشتريته مثلا بجنيه فانا هاخده منك بجنيه، لا، سعره النهارده كام وانا هاخده منك بسعره النهارده. يعني انا بتعبير اخر انا اقدر استثمر معاك، تقدر تستثمر معايا واستثمارك مضمون، لانه منه فيه جوه. ايوه بالظبط. كتير من المشاريع دلوقتي الجديده بتستخدم كلمه سمارت، الى اي مدى اوست سمارت؟ بيورلي سمارت كل حاجه، يعني احنا كل السيستمز بتاعتنا، الاريجيشن سيستم، الكهرباء، البوابات، الريكوجنيشن بتاع العملاء، حتى البيوت بنستخدم فيها سمارت ميترز، يعني كل حاجه از سوبر سمارت. احنا بنستخدم كل الحاجات التكنولوجيز الجديده اللي ممكن توفر حياه اسهل للعميل بتاعنا بنستخدمها في اوست. كلمني عن او بلس. او بلس، او بلس دي بدات في الجونه، احنا بدأناها من سنتين في الجونة. هي واحدة من الخدمات اللي احنا بنحاول نقدمها، ان حضرتك النهاردة استلمت البيت، عندك مشكلة كبيرة في التشطيب، هجيب مين المقاول اللي هيشطب لي؟ قبل كده مين الديزاينر اللي هيعمل لي البيت؟ انا اللي هعمله ولا هجيب حد يعمل لي البيت؟ مين اللي هيفرش لي البيت؟ فاحنا قلنا لا خلاص احنا هنعمل حاجة، فعملنا او بلس. او بلس هدفها ان حضرتك بتيجي تقعد معانا، بنقدم لك 4-5 ديزاينرز احنا اوريدي متعاقدين معاهم، تختار منهم اللي هيعجبك، بناخد البيت، احنا بنخش كمقاول، عندنا شركه مقاولات، بنخش نشطب لك البيت، بعد ما بنخلصه بنجيب لك الفرنتشر سيلكشن، حضرتك تقعد تتفرج انا عاجبني ده عاجبني ده، نفرش لك البيت بالكامل. انت بتبني بيتك معايا. نفرش لك البيت بالكامل، حضرتك تيجي تجيب شنطه هدومك وتخش البيت بالشوك بالمعالق بالسكاكين. ما دخلتش بقى في الهسل بتاع عم ابراهيم والعفش اللي جاي مش عارف منين والحاجه مش مظبوطه وده الكلر سكيم وده المقاس مش صح، كل ده انت ما بتشوفش حد غيري، انا بقعد معاك اول ما تستلم البيت، تقعد معايا تجيب شنطه هدومك وتيجي البيت، بقول لحضرتك للدار، الفوط، الشوك، السكاكين، بتخش تلاقيهم جوه البيت. يلا بينا نتفرج. يلا بينا اتفضل. فين دلوقتي؟ احنا دلوقتي بنتمشى، ده المكان اللي كنت قلت لحضرتك عليه ممكن الجولف كورس تمشي فيه. اوكي. والبايسكل تريل جنبه، فبرضه بتدي خصوصيه. لو حضرتك بصيت حوالينا هتلاقي لاندسكيب في كل حته، الفيوز، المسافه مزروعه، كله مزروع، المسافه ما بين الفيلا دي والفيلا الثانيه دي مسافه مش اقل من 200 متر 250 متر. ليه؟ علشان خصوصيه رقم واحد، رقم اتنين وانت قاعد في بيتك بتبقى عايز تتفرج على منظر كويس. فبتلاقي حاجه مزروعه بشكل، لا وفي مصاطب، فالارتفاعات دي بتخلي الواحد واحده من الحاجات اللي احنا دايما بنهتم بيها ان احنا نراعي طبيعه الارض الجغرافيه، فما تقعدش تكسر فيها، لا خدها كده زي ما هي، بالعكس دي هتخليك تاخد فيوز احسن، يبقى عندك مساحه للتنفس اكتر، برايفسي اكتر. دي منطقه الفيلل، دي منطقه فيلل. هننزل نتفرج دلوقتي، لو كنت بحكي لحضرتك على او بلس والخدمه اللي احنا بنقدمها، هوري لك نموذج بيت احنا
بنقول للناس تعالى لو انت علشان تبقى فاهم او بلس بالظبط بتعمل ايه. انت تعالى ديمو. تعالى ديمو. تعالى افرجك هتاخد ايه بالظبط لما نشتغل لو اشتغلت معانا في او بلس، علشان بتريح نفسك. انت عارف حضرتك احنا 32% من اجمالي مبيعات اوست بره مصر. ايوه طبعا، لمصريين عايشين بره مصر. طبيعي. فبالتالي بقى هو مش عارف، اولا هو استلم البيت، طب انا هعمل بيه ايه؟ يا اما اجره. أيوة. يا اما هركنه. لا انا بقول له تعالى مثلا بخدمه زي دي تقدر احنا نشطب لك البيت ونفرشه لك وكمان ناجر لك البيت ونحول لك الفلوس كمان. ايوه طبعا. اللي انت بتقوله ده مثالي للناس اللي بتستثمر، المصريين اللي هم خارج مصر. صحيح صحيح. يعني ده مثالي، لان انا خلاص انا جيت شفتك مره وانا نازل هنا البلد، اتفرجت اخترت نقيت العفش نقيت حاجه، انت شغال خلصت بعتلي اجرتلي عملتلي كل حاجه. ده بالنسبه لاي مصري في الخارج بيس اوف مايند يعني. Perfect. خلاص انت هنا. Perfect. احنا دلوقتي داخلين الموك اب اللي هو احنا زي ما بلاحق عليه بيبقى زي او بلس، ازاي انت تقدر تاخد الخدمه اللي احنا بنعمل. السعاده الحقيقيه في دخله العقار. صح. لما تيجي يوم استلامك. صح. فتدخل كده في شيء ماتيريالايزد، يعني في شيء الفلوس بقت موجوده بدل ما تطير وتضيع في اشياء غريبه. في الإحساس بتاع الجزر كده، الحتة دي الخشب ده البتاع، يعني أنت فاهم برضو في إحساس جميل كده، دمه خفيف استوائي كده. طبعاً ده الكونة يعني ده أيوة ده رمز ده حضرتك. أيوة. طول ما أنت ماشي هتلاقي فيه إليمنتس كده من الجونة. أيوة طبعاً يعني. طبعاً. فضل. ده بيت اربع اوض او خمس اوض، ممكن يبقى كده او ممكن يكون كده، فاحنا مش هطبينه بيوتفل بالكامل بادق تفاصيله، علشان يعني حتى لو دخلت المطبخ فتحت الدرج هتلاقي شوك وسكين جوه. هسألك سؤال بايخ، انا هستلم كده لو انت تعاقدت معانا كاو بلس بكل التفاصيل هتستلمه كده؟ يعني لو جيت البيت ده وقلت لك انا عايز البيت ده كده هستلمه كده؟ هتستلمه كده. ده انا فضح. لا لا كده زي ما هو. لا حلو رهان يعني. طبعا جميلة. انا عرفت ان انتوا الفترة القصيرة القادمة في اوفر مهم هيبقى موجود. احنا بنحتفل بمرور او خمس سنين على المشروع، احنا اطلقناه في 2019 فبنحتفل السنه دي بمرور خمس سنين، ففي الاسبوعين اللي جايين دول عاملين اوفر. احنا عاده بنبيع على سبع سنين. ده الستاندرد سبعه كويسه ده عمرنا ما بنزودهاش. هي سبعه وما بنبيعش اكتر من كده، بس الاسبوعين اللي جايين بس عاملين اوفر ان احنا هنبيع على تسع سنين لمده اسبوعين فقط لا غير. يعني كل حد هيتعاقد معاكوا على اي وحده في اوست بالظبط الاسبوعين اللي جايين لحد اخر اكتوبر. لحد اخر اكتوبر. يعني خلي اسبوع عشان البرنامج. طيب ماشي خلاص. عشان عالم البرنامج يتذاع لحد اول اسبوع في نوفمبر. عشان اول ما البرنامج يتذاع والناس اللي بره والناس اللي جوه تعرف. حقيقي. ناخد اسبوع زياده. تمام. ويبقى فيه تسع سنين. تسع سنين. طب ده شيء عظيم، استثمار كبير يعني. هايل ده اوفر هايل. انا رايي ان ده مش موجود يعني بالنسبه لاوراسكوم، ده شيء عظيم يعني. هي فرصه ان انت بتستلم في مواعيدك، بتستلم بسرعه، فتقدر حتى التسع سنين. انت لو بتستلم بعد ثلاث سنين ونص مثلا دلوقتي او اربع سنين، على الاقل هتبقى عندك خمس سنين بعديها بتاجر البيت تظبط وبيجي لك فلوس. الفلوس دي تدفع القسط. تدفع الاقساط تقريبا يعني. تقريبا يعني او جزء من الاقساط. يعني ريح. ده المطبخ. ده المطبخ. الله ايه ده، ايه الجمال ده، ايه ده، تقفيل المطبخ عظيم. دي ليفنج للاوض. كنت بقول لحاجة دي ممكن تبقى خمس اوض او اربع اوض. نعم. دي هي دلوقتي معموله خمسه بس ممكن تبقى كل ده الليفنج اللي مع اوض النوم دي بقت موجوده غير الليفنج الرئيسي بالزبط. اللي موجود بره بالظبط.
ده بيوتفل دريسنج روم عظيم. ايوه انت حاسس انك في اوتيل وانت بتجيب السرير ده وكل حاجة، مش هعمل امر استيراد، كل حاجة كل حاجة بالتفاصيل يعني كل حاجة في البيت انا هجيبها. حلوة الحمامات ومختلفة علشان تشوف ده ذوق ده ذوق على حسب ما هي في الاخر بريفرنس يعني. دي حجم فيلا المفروض ايه؟ صغير متوسط كبير؟ متر 315 متر بالظبط. يعني النماذج اللي فيه اللي فوقيها ايه؟ اللي فيها لا في 400 وشويه، في 500، في 600، وبنعمل حاجات كمان ان احنا بنسيب اراضي بنسميها كاستم بيلد. اللي هو حد عيله كبيره عايزه كلها تتوسع جنب بعض فيقدروا يجوا ياخدوا على مساحه ارض احنا بنعمل لهم. ألف فدان بقى اعمل اللي انت عايزه. عندنا بقى لسه لو حضرتك بصيت هتلاقي الروف كله مفتوح اكبر من الفيلا فتقدر تستخدم الروف. الفيوز بص يعني حضرتك لو بصيت على الفيو من هنا وانت قاعد ايه المساحه دي ده تبع للفيلا كلها. هنا يتعمل قعده حلوه طبعا الضيوف ساعات الناس تقول لي انت متحمس قوي او يعني بتتكلم عن المشروع. لا انا بتكلم على شركه نعرفها. ده بيتم في اطار الاختيار كمان الاول احنا هنعمل ايه وهنقدم لحضراتكم ايه. هي مسؤوليه لانه الناس اللي بتتفرج عليا من جوه مصر او من بره مصر هو هيتخذ قرار على اللي هو بيتفرج عليه والقرار ده فيه فلوس. فطبعا انا مش بقول لك اشتري، لا انا بقول لك إن ده من ضمن الاختيارات الجيدة العظيمة اللي أنا بثق فيها. اسم كبير زي ما أنتم شايفين في حاجة على الأرض. أنا مش بكلمك على مشروع في الهواء. إيه أكتر الأماكن المميزة هنا؟ يعني في أوست هل في مكان مثلا بيبقى زي فود كورت كبير؟ هل في مكان يبقى زي مول؟ هل في يعني ايه الاماكن المميزه هنا؟ احنا عاملين حاجه كويسه قوي. كل منطقه سكنيه فيها كوميونتي سنتر ليها. الله. فمخصص ليها. غير فالكوميونتي سنتر ده فيه سوبر ماركت صغير، فيه صيدليه، فيه بيكري شوب، فيه حاجات اللي هي استخداماتك السهله اللي هي بتاعت الساعه، عايز اروح اخد قهوه، عايز اشتري حاجه. غير بقى المنطقه الكبيره منطقه الخدمات اللي هيكون فيها ريتيل كبير وموزعينها. يعني كويس ان انت يبقى عندك مكان فيه كل حاجه، بس ده بيخلق ترافيك كبير، زحمه على المكان، وما بتلاقي في اماكن فاضيه. بالعكس احنا موزعين الخدمات بتاعتنا في حتت كتيره، في النادي شويه، في المنطقه التجاريه شويه، في منطقه المكاتب في شويه ريتيل، في كل منطقه سكنيه في كوميونتي سنتر بتاعها. فموزعين ده كله في الخدمات كلها على نطاق وسط، بحيث ان احنا برضو نبقى قريبين من كل الناس، ما تبقاش في حته فالبعيد ما يبقاش مبسوط. فانتوا مهتمين انه يبقى في السوبر ماركت الكبير، يبقى في زي كلينك صغيره، مستشفى. كل ده تعاقدنا عليه خلاص. كل ده تعاقدنا عليه. احنا تعاقدنا لحد دلوقتي على حاجه 20 ستور محل هيفتحوا يقدموا خدمات غير السوبر ماركت الكبير واللي بدأنا ننفذ فيه خلاص، تعاقدنا وبدأنا ننفذ فيه. الكلينكس خلاص شغالين عليها. فكل الخدمات اللي ممكن أي حد يكون محتاجها في مكان مش عايز يخرج منه، غير بس عشان لو مضطر يروح شغله، غير كده كل حاجة موجودة في أوست. إمتى في أوست يبقى الحياة كاملة؟ يعني نقدر أن أنا أجي أسكن وبعيالي يعني إحنا عندنا 120 عيلة ساكنين اصلا اوريدي دلوقتي. احنا بدانا نسلم وعندنا 120 عيله ساكنين. بس كل الخدمات اللي احنا بنتكلم فيها في النص الربع الاول من سنه 2025، يعني في خلال 6 شهور من النهارده هتكون كلها فتحت. واحنا بنشجع الناس على قد ما نقدر يعني ان هي تيجي
تعيش وان حتى المحلات تيجي تفتح. طب تعالى افتح وانا هديك جريس بيريد حتى لو الفود فول او السكان الكتله السكانيه قليله. لا تعالى افتح وانا هدعمك، بس تعالى واشتغل علشان نوري الناس ان احنا فعلا جاديين في التسليم وان احنا عايزين نقدم حاجه مختلفه. تامر احنا فين دلوقتي؟ احنا عند البيزنس ديستريكت اسمها او بيزنس ديستريكت او راسكم بيزنس ديستريكت. احنا هنا كان عندنا كونسبت او عندنا فكره خدناها من جاردن سيتي الزمالك. كانت في فتره جت ان عايز اعمل مكتبي يبقى فيلا صغيره في جاردن سيتي او في الزمالك مكتب صغير. فجت لنا الفكره من هنا، فبدانا نعمل مباني مستقله بذاتها. هو مكتبك 700 متر 800 متر 1000 متر. وعملنا طبعا مكاتب كبيره، بس دي كانت الفكره. ده مكتب كبير. ده مكتب ده 1300 متر او 1200 متر. ده مكتب كبير زي ما يكون فيلا لوحده. هو فيلا لوحده فيلا لوحده، وشركه تيجي هي الشركه تيجي تاخده وتفتح فيه بموظفينها وخلاص. هي ده مبناها لوحده. وعملنا منه بقى كذا كذا منتج تاني. المبنى فيه اربع مكاتب، المبنى فيه مكتبين زي البيوت يعني زي التاون هاوس، اكنه تاون هاوس زي التوين هاوس. عملناها كده بزنس اريا صحيه صحيه. احنا واللي حواريه لحاجه دلوقتي كمان ان احنا عاملين خدمات جوه البيزنس ديستريكت. فانت في مطعم في سوبر ماركت، في خدمات كتيره فاتحه جوه البيزنس ديستريكت كمان، ان انت تقدر تستغل مش بس ان انت تشتغل، لا تشتغل وتقضي وقت كويس زي الحاجات اللي احنا شفناها في دبي والحاجات اللي احنا شفناها في سان فرانسيسكو. نفس الدي نفس الفكره اللي احنا كنا بنحاول نقدمها. يا اخي هي بتبقى فرصه جيده ان الواحد يجي يصور الحاجات دي عشان الناس تشوف حجم الانجاز اللي موجود على الارض كمان. يعني قد ايه، ما هو كل ده بيصب في الاقتصاد الكلي نفسه 100%. طب وده متوسط سعر المكتب كام؟ سعر المتر 130 135 140. انت متخيل البيزنس اريا دي تشتغل امتى؟ احنا اوريدي بعناها كلها 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 بالكامل، و احنا هنبدا ننقل احنا كوراشكم كمان. اكيد في شركات كبيره اشترت، شركات كبيره جدا اشترت ومالتي ناشونال. ودلوقتي احنا طرحنا الفيس 2، هنبدا كمان المرحله الثانيه هنبدا نطرحها مع الاوفر اللي انا بقول لحضرتك عليه. وعاملين عليها احنا بنبيع على 6 سنين، عاملين عليها اوفر على 7 سنين ونص كمان. يبقى احنا عندنا 2 اوفرز جايين. واحد على السكني واحد بقى 9 سنين، واحد بقى اداري بقى 7 سنين ونص، بدل 6 بقى 7 سنين ونص. ده برضو يكسر في يعني في التكلفه بتاعته، لانه الناس لما تيجي تشتري مقر شركه او مكان مكتب او كده بيبقى تكلفه عاليه، بس هو يبقى حاطه زي الايجار لانه هو كمان بيبقى شغال بقى خلاص. بالظبط، بيبقى عنده نسبه خلاص، هو بيبقى ده شغله وبيبقى واحسن له ان هو كمان استثماره في الاماكن اللي زي دي بقى افيد بكتير، ويقدر يدفع أسد. كمان بتسهل له بدل ما ياجر. يعني معظم الناس بتاجر ما بتقدرش تشتري، لا انا بقول لك تعالى اشتري وهسهل لك كمان الدفعات وهسهل لك الامور عليك، بس هو الاوفر هيخلص على طول. يعني احنا هنمده بس اسبوع علشان خاطرك يعني. لا لازم اسبوع، اللي هو الوقت اللي على منزيع الحلقه، حرام الناس يضيع منها اسبوع. بص انا بشوف انه الاستثمار العقاري هو استثمار الناس اللي عايزه الشيء المضمون وعايزه الشيء المربح، ولذلك طالما ان معاك الفلوس اختار الشركه الصح، اختار الموقع الصح، ولما يكون في اوفر زي ده بتبقى فرصه كويسه. صح، لانه ايه؟ لانه اللي قبليه واللي بعديه مش هياخده، انا الوحيد اللي هاخد الاوفر ده، فبتبقى الحياه افضل كتير يعني. أنا دايماً أقول إنه المشروع عمارة وفيلا ده مشروع بنا، إنما الديفلوبمنت حقيقي فكرة إن أنا أعيش في مكان. وده أنا انبسطت جداً لما دخلت شفت الزراعة، الديفلوبمنت دي مهمة. إحنا عندنا أكبر نادي تقريباً في غرب القاهرة، مساحته 38 فدان، ده قد مشروع قد يعني أيوة مشاريع تانية بالمساحة دي. وليه مهتمين إن النادي يبقى كبير؟ علشان الناس تتبسط. الناس احنا اتربينا كلنا على فكرة النادي، النوادي اللي احنا كنا بنروحها واحنا صغيرين، فاحنا مهتمين جدا بالنادي ان هو يكون مساحته كافية enough ان الناس تعرف تروح وتقعد وتتبسط وتستغل يعني المكان. النادي جوه المدينة نفسها ما بيضطرش يخرج بره او حاجة،
بجولف كار او يتمشى يوصل للنادي بتاعه. يوصل للنادي. المدارس في اربع مدارس في اوست افتتحوا خلاص وشغالين. اربع مدارس بمناهج مختلفه، الماني انجليزي، كل واحد عنده سيستم. اللي عايز يدخل عايز يبقى ساكن في مكان وولاده في مدرسه هيلاقي اربع مدارس بمناهج مختلفه موجودين في اوست. احنا داخلين على الانجاز الرياضي الجامد بقى، نادي. صحيح، بحب انا الرياضه، انت عارف انت جدا أنا رياضي جدا يعني. مشجع رياضي. وموقع النادي هنا مثالي جدا لانه قريب جدا من المدارس. احنا كنا يعني حاجات كنا عايزين نتاكد منها ان المدارس تبقى جنب النادي عشان الاطفال يقدروا يستخدموا النادي. انا شايف اسم كبير، كانت كولج. كانت كولج دي واحده من اول مره تفتح في ميدل ايست، فتحت في الامارات ودي كانت اول فرع تاني ليها في مصر، غير ان بقى في ثلاث مدارس تانيين بيقدموا مدرسة مختلفة. مدرسة جامدة جدا انها تبقى موجودة هنا، وطبعا النادي بكل الالعاب بكل شيء. نادي في كل الانشطة الرياضية، في مكان الناس تقعد فيه. ايه المساحة دي كلها؟ المساحة دي هتكون ملعب ملاعب التنس وباركينج. مجمع ملاعب تنس. احنا النادي اتبنى الجزء الرياضي فيه هو اللي اتبنى دلوقتي. ده مبني على ستاندردز ان هو ممكن تقام عليه بطولات دوليه واولمبيه. فمثلا الحمامات السباحه اللي هي بتبني مجمع حمامات السباحه ده مجمع اولمبي. تقدر تعمل فيه بطولات اولمبيه. التنس هيبقى نفس الكلام. في ملعب كوره الرسمي، في ملعب كوره مبني هنشوفه دلوقتي. رسمي مبني وبنعمل دلوقتي اوضه اللبس. شايف الاضاءه بتاعته جباره زي بتاعه الاستاد. موجود اهو. استضفنا هنا بطوله، اول بطوله ماسيه للسكواش في العالم اللي هي بتوصل بعد كده للاولمبيات، وكانت نجاح كبير. يعني احنا الربع الاول من السنه هنكون فتحنا النادي بالكامل بكل الانشطه، بكل الالعاب، بحمامات السباحه، بكل حاجه. سكواش هنبص عليه، كوره، بادل، الهاند بول، الفولي بول، الباسكت بول، ورانا خلصان بقيه الالعاب كلها خلصت. لا حاجه كبيره جدا. ده على كام فدان قلت لي؟ 38 فدان. ضخم جدا. زي ما بقول هي فرصة جيدة، وطبعا احنا في بلد يمكن ما فيهاش التمويل العقاري، ولكن الديفلوبرز الكبار التقال اللي عندهم ملاءة مالية بيقدروا ان هم يعملوا الاوفرز اللي تشبه التمويل العقاري. فانت لما يكون عندك اوفر هيتعمل الاسبوعين الجايين دول على 9 سنين، وانت كنت هتاخد تمويل عقاري على كام؟ على 10، على 15. هنا الراجل هو بيتحمل هذا العبء وهذه المخاطرة، لان احنا عارفين طبعا الاسعار بتتغير، المواد الخام بتتغير، فهيبقى فيه الاوفر اللي هو الثلاث اسابيع. قدرنا في برنامج الحكايه ان احنا ناخد اسبوع زياده، مش عارف ممكن نعمل ايه اكتر كمان. كفايه لو سمحت. حلو كده. ثلاث اسابيع على 9 سنين، والبزنس اريا بقى على 7.5 سنين بدل 6 سنين. تحب تقول لي الناس ايه على الاوفر ده تاني وفي النهايه؟ انا احب اقول للناس تعالوا اتفرجوا على اوست قبل الاوفر. الاوفر مش ده، انا بالنسبه لي دي حاجه اللي احنا بنقدمها للعميل، بس الاهم بالنسبه لي ان الناس تيجي تتفرج على اوست وتشوف حجم الشغل اللي احنا بنعمله والتفاصيل اللي احنا بنهتم بيها جوه اوست، عشان فعلا نقدم مشروع مختلف، مدينه مختلفه عن اي حاجه. احنا عملنا ده في بلاد كتير، في عمان، في سويسرا، في الامارات، في بلاد كتيره في بره مصر، بس وفي مصر طبعا في الجونه وفي مكادي هايتس. بس تعالوا اتفرجوا على اوست علشان هتلاقوا فعلا ان احنا مهتمين بان احنا نقدم للناس خدمه مختلفه، وعايزين نخلي الناس تعيش حياه مختلفه، حياه بسيطه وسهله وفي نفس الوقت مريحه وجميله. ادي النادي، ادي الملعب، ادي البيت،
ادي المشروع بتقدر تشوف، تقدر تشتري وانت قاعد. ودايما بقول ان العقار هو الاستثمار، وانه الاستثمار في العقار شيء هام جدا. صحيح. انا بشكرك وبشكر شركه مصريه كبيره عظيمه انها عامله حاجه كويسه كده على الارض. شرفتنا، شرف لينا كلنا، شرفتنا والحكايه شرفتنا. ويا رب دايما كل سنه كده نعمل يبقى عندنا لقاء في وسط، نشوف وفرات ونشوف ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل سنه ورا سنه.